صراحه التجربه ديال التقديم ديال البرنامج وماشي اي برنامج وماشي برنامج عادي اللي هو برنامج اسري كنشوفوه المغاربه بزاف داخل وخارج ارض الوطن، برنامج اللي عنده اوديونس كبيره، برنامج عائلي بحال برنامج لاله العروسه. ما كانتش بالنسبه لي انا كان حلم انني واحد النهار كنت كنقول ربما يجي واحد النهار انني نقدم برنامج. فالحمد لله ربي استجب لي لدعائي وتختاريت انني نقدم برنامج لاله العروسه. فرحانه بزاف، التجربه كانت زوينه، هي في بدايتها الحمد لله ولقات صدى طيب عند المغاربه. كنشكرهم بزاف على تقبلهم ليا كمقدمه ديال البرنامج. وكان ضروري في التجربه انني خصني ندمج بين جوج د الحوايج، كوني دارسه للاعلام وصحفيه وحاصله على الاجازه، وكوني فنانه لانه الناس بغاو الفنانه، دنيا الفنانه عرفوني اكثر، يعني كثير فيهم ربما ما كيعرفش بانني انا صحفيه واعلاميه. فشنو خليت انني ندمج بينهم بجوج، ولكن نخلي دنيا الفنانه الممثله طاغيه اكثر، نخلي اللونغاج الصحفي الاعلامي بيني وبين الزملاء داخل البلاطو باش نقدر انني نتواصل معاهم. لان عرفتي ملي كتكون في برنامج كتكون كتستعمل ديمو تكنيك باش تقدر يعني تتعامل مع المذيع ولا الكادغور ولا لو رياليزاتور. فالحمد لله كنظن بانه في البريمات الاولى الحمد لله تلقاو تجاوب كبير، وان شاء الله احنا الحمد لله بقدره الله سبحانه وتعالى ناجحين. شوف بعض المرات بلا ما كنحس وهما كيلعبوا اللعاب يعني الالعاب في المسابقات بلا ما كنحس كنلقى راسي كنقول لا ماشي هكاك، انا ما مطلوبش مني انني نقيديهم، ولكن ما تنشعرش لان كلهم عزوا عليا، كلهم زوينين، اللي مشى ولا اللي بقاو. و بعض المرات كنوقف في البلاطو انني نستفسر علاش ما ديروا لهمش هادي، وعلاش تخليو لهم حيدوا لهم هادي باش تعاونوهم في هادي. ما كيطغى عليا داك الجانب ديال التعاطف كثر، ولكن ما عندي ما ندير.